اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. تستمعون الآن عبر البث الراديوي وتشاهدون عبر تويتر ويوتيوب برنامج مع الإدعاء العام على الشبيبة. مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا مرحبا وسهلا فيكم على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة الظفار، ولكل الأحبة المتابعين عبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى البيرسكوب في تويتر وعبر مختلف منصاتنا على الإنستغرام وغيرها من المنصات، معكم في حلقة جديدة من برنامج مع الإدعاء العام. هذا البرنامج الذي يأتيكم بشكل شهري هو برنامج توعوي يسلط الضوء على العديد من الموضوعات القانونية والقضايا التي تحدث في صلب المجتمع العماني وكيفية تعامل الأفراد معها. اليوم نصل إلى الحلقة الرابعة من البرنامج والتي تحمل عنوان إفشاء الأسرار الوظيفية وتسريب الوثائق. نرحب مباشرة بضيفنا في الاستديو الدكتور راشد بن عبيد الكابي مساعد المدعي العام. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنور أخي عبد الله وعلى جميع متابعين قناة الشبيبة وإذاعة الشبيبة. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. نحن حبينا كذا جلستنا تكون مسائية، الناس في بيوتها هذه الفترة وهذا التوقيت أو حتى في مشاويرهم ويتابعوا هذا البرنامج اللي تعودنا دائما يكون شهريا مع المستمعين والمشاهدين. واليوم راح نتكلم عن موضوع إفشاء الأسرار الوظيفية وتسريب الوثائق. والله يبعد الجميع عن تسريب الوثائق وإفشاء الأسرار يا رب، وتكونوا هكذا أمناء دائما من خلال حرصكم ومعرفتكم كذلك للجوانب القانونية. دكتور راشد، قبل لا ندخل في الموضوع وتفاصيله ونستعرض بعض المواد القانونية، خلنا نتكلم عن اهتمام السلطنة، متى بدأ بتصنيف الوثائق والاهتمام كذلك بسريتها وتنظيمها قانونيا؟ نعم، أولا طبعا نحن نتقدم بجزيل الشكر لكم على اهتمامكم وسعيكم في نشر التوعية القانونية. وموضوع اليوم صريح حقيقة موضوع مهم جدا، يمكن نحن ما نقدر نقول أن زادت في الآونة الأخيرة، خصوصا مع ظهور طبعا وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة وسهولة عمليات النسخ والتصوير والنقل والتداول. ربما ظهرت هناك ممارسات، طبعا ممارسات هذه مجرمة قانونية، ربما يجهل البعض أن هذه الأفعال أفعال مجرمة. وكما نعلم طبعا أن الجهل بالقانون لا يعد عذر، فلذلك نحن من واجبنا ومن واجب أيضا وسائل الإعلام أن يكون التوعية والتنبيه حول هذا الموضوع. طبعا لأهمية الوثائق وتصنيفها، طبعا لم يأتي هذا القانون من اليوم. اهتمام الدولة بموضوع تصنيف الوثائق صدر قانون في عام 1975 سمي قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية. نعم، طبعا الحكومة أدركت أن الوثائق لها أهمية كبيرة جدا والمحافظة عليها مهم جدا، لأن إفشاء هذه الوثائق قد يترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة، سواء كان من ناحية اجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. طبعا بتطور الدولة وتطور المجتمع وتطور الوسائل تم استبدال هذا القانون اللي هو القانون الصادر به مسمى قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية في عام 2011، وصدر قانون يسمى قانون تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية. نعم نعم، نعم. وهذا المرسوم مثل ما ذكرت هو رقم يعني 118 على 2011. حقيقة قبل لا ندخل في التفاصيل، في أمر من الجيد أن نحن نذكر فيه، أنه جزاكم الله خير في الإدعاء العام، يعني إذا مارستوا فعل معين وحسيته أو شعرته أنه هذا زاد، دائما يكون هناك فيه تنبيه وفيه توعية، رغم ما ذكرت أنت الآن أنه هذه القوانين موجودة من وقت سابق. أريد أتكلم شوي عن هذا الجانب،
والبعض يقول لا والله هذا يمكن ها تهديد ولا ويش، يعني في الادعاء العام ليش دائما حريصين عندما ترصدوا أي ظاهرة معينة تذكروا الناس أنه ترى في عقوبة في جانب في نص قانوني؟ احنا يمكن يأتي بداية طبعا هذا احنا نعتبره واجب أن نحن نوعي وأن ننبه. القوانين موجودة اليوم. نحن الأخ عبد الله خلينا نضرب مثال، احنا دائما نتهم بهذا الشيء بأنه الادعاء العام دائما يستخدموا هذا الأسلوب بذكر المواد القانونية المجرمة وغيره. احنا نضرب مثال بسيط، انت اليوم إذا قابلت شخص وكان هناك في الطريق في خطر ونبهت هذا الشخص أن لا يقع في هذا الخطر، نعم. اليوم أنا لو أسألك سؤال، تنبيهك لهذا الشخص هل هو كره لهذا الشخص؟ حرص، بالعكس حرص، حرص. إذن اليوم أنا في الادعاء العام القانون ليس جديد، قانون ب 2011، نعم. قانون سابق ب 1975. أنا اليوم لاحظت في الادعاء العام أن هناك بدت ظاهرة ربما يعتقد الناس أن هذا الأمر أمر طبيعي، نعم، وأمر غير مجرم أو غير منظم قانونا. فأنا من واجبك كادعاء عام ليس تصيد الناس، أنا من واجبي في البداية أن أوعي الناس. ونحن اليوم ما وجودنا معاكم إلا جانب من التوعية، صحيح. نحن اليوم نوعي، نقول للناس أن هذا الفعل فعلا مجرم قد يؤدي بك إلى أضرار ربما لا تحسب، يعني ربما لا، يعني أنت لا تتوقعها. فلذلك هذا لا نعتبره أنه أسلوب تهديد، لا، ولكن نقول لك والله أن في خطورة في الإجراء اللي أنت بتقوم فيه. نعم، أحسن دكتور، أنت ذكرت الآن نقطة في غاية الأهمية. أحيانا بعض الأخطاء أو التجاوزات يمكن الفرد ما يدرك ماذا يترتب عليها، يمكن لأنه هو في هذا في نطاقه يعني، لكن القانون سن هذه التشريعات وسن هذه العقوبات أحيانا لأنه يمكن يدرك ما قد يترتب على هذه المخالفة. فاليوم التذكير والتوعية تنبه الناس أنه ما قد تنظر له أنه أمر بسيط قد يكون جسيم وآثاره كبيرة، صحيح. وخاصة نحن نتكلم طبعا عن يعني سرية الوثائق وتصنيفها. الآن بندخل نحن شوي في التفاصيل، وبنبدأ بالخطوة الأولى، الموظف، من هو الموظف في وجهة نظر المشرع العماني؟ نعم، طبعا احنا أخي عبد الله قبل ما ندخل في موضوع الموظف بنتكلم جزء بسيط عن الوظيفة. ما هي الوظيفة العامة؟ الوظيفة العامة هي مجموعة من الخدمات التي تقدمها الدولة لأفراد المجتمع بواسطة أشخاص يسمون موظفين. نعم، هؤلاء الموظفين كما كل وظيفة أو كما كل عمل يرتب حقوق ويرتب واجبات، ومن واجبات الموظف المحافظة على أسرار الوظيفة. الموظف قد يطلع على أسرار كثيرة جدا بسبب عمله أو بمناسبة عمله. هذه الأسرار التي يطلع عليها لابد أن يكون حريص على حفظها من التسريب. نعم، ربما هو لا يدرك الموضوع، بالنسبة له أمر بسيط، مستند صور بعطي فلان أو برسل لفلان أو، لكن هذا المستند تسريبه قد يؤدي أو قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالدولة، نعم، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالمجتمع، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بأشخاص معينين. نعم، هذه الأضرار يعني يترتب عليها على هذا الفعل أيضا عقاب. فأنت من البداية يجب أن تكون حريص. دائما أنا أقول دائما في موضوع الوظيفة خصوصا الوظيفة العامة، الموظف العام وإن كان حقيقة الوظيفة العامة لابد الإنسان أن يشعر في داخله أنه يخدم وطنه، نعم، وأنه يقدم الخدمة لأبناء الوطن. نعم، فأنت تخدم وطنك وتقدم الخدمة لأبناء وطنك، فلذلك هذه بحد ذاتها متعة. فالإنسان لابد أن يكون حريص على وطنه وحريص على أبناء وطنه وأبناء مجتمعه. نعم، نعم. من هذا المنطلق طبعا جاءت الحكومة وأصدرت قوانين تجرم الموظف إذا هو قام بإفشاء هذه
المستندة. نعم، لكن هذا القانون بالتحديد يسري على من بالتحديد من الموظفين في أي الجهات؟ هل في جهات معينة يسري عليها هذا القانون؟ يعني هل هم فقط موظفي الخدمة المدنية أو كذلك هناك فئات أخرى ممكن أن يسري عليها هذا القانون؟ وأتوقع هذا واضح يمكن في المادة الأولى. نعم نعم. فالمادة الأولى ذكرت يعني دكتور أنه كل من يشغل وظيفة عامة بأحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، نعم، ويعتبر في حكم الموظف أعضاء مجلس عمان، نعم، والعاملون بالأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 40%. إذن من الجيد أنه من البداية الموظف يعرف كذلك ما له وما عليه. نعم. وهذا القانون فيه تفاصيل كثيرة. صحيح. ستسري على هذه الفئة. نعم. من الموظفين. إذا ما تحدثنا دكتور عن الوثائق. نعم. وما فيها من أسرار وظيفية، هناك كم من المعلومات أكيد تمر على الموظف منذ بداية أول يوم عمل له في المؤسسة. فنتحدث عن أنواع السر الوظيفي دكتور. نعم. وبعدها بنتكلم إن شاء الله عن أنواع كذلك وتصنيف هذه الوثائق التي قد تمر على الموظف. نعم. هذا القانون أيضا ينطبق على جميع موظفي الدولة دون استثناء. يعني إحنا لما نتكلم هو عرف الموظف. نعم. كتعريف للموظف، لكن لما يتكلم عن الإفشاء لم يخصص فقط الإفشاء للموظف. نعم واضح. القانون يسري على جميع موظفي الدولة وغير الموظفين، يعني كل من يقوم بإفشاء، حتى الشخص العادي، لو أنا يعني شخص عادي غير موظف قمت بإفشاء أو تسريب وثيقة رسمية أحاسب بمقتضى هذا القانون. نعم نعم نعم. موضوع السر الوظيفي دائما لما ينعرف السر، ما هو السر؟ تعريف السر هو الشيء الذي لا يريد الإنسان أن يطلع عليه غيره. هذا تعريف جميل. السر جميل. أنا عندي سر ما أريد حد يطلع على هذا السر. لكن السر الوظيفي هو ما يحصل عليه الموظف من قرارات وتعليمات وإجراءات بسبب الوظيفة أو بمناسبة هذه الوظيفة، يعني أشياء تتعلق بالعمل، هذا يسمى سر وظيفي. طيب هذا السر الوظيفي أيضا لما نتكلم عن هذا السر الوظيفي، هذا السر أيضا له شروط. يعني أنا كموظف متى أعرف أنه هذا السر؟ نعم. ما شروط هذا السر؟ هل كل أعمالي تعتبر أعمال سرية؟ أو هناك شروط لي أن أميز ما بين ما هو سر وما هو غير سر، يعني ما أستطيع الحديث عنه وما لا أستطيع الحديث عنه. نعم. السر طبعا يجب أن يكون سرا بطبيعته أو سرا بما يعهد للموظف. مثال، سر بطبيعته يعني أنا أصلا أعمل في جهة رسمية، هذه الجهة ولنفترض أنها تقوم بإجراءات مناقصة أو توظيف أو غير ذلك، لكن لحد اليوم لا زال العمل هذا سري، يعني لم يظهر إلى العلن. نعم. فهذا بطبيعة العمل هذا بطبيعته سري، بطبيعة هذه المعلومة سرية. أيضا بعض الأحيان يكتسب السرية إذا عهد إليك المسؤول، قال لك والله يا أخوي عبد الله هذا المستند احفظه عندك سري. ما حد يطلع عليه، اكتسب صفة السرية. سرية. نعم. لكن طبعا احنا نتكلم الان على اساس ما يكون في خلط، احنا نتكلم عن اسرار الوظيفة وليس عن التصنيف. نعم. تصنيف بنجي له شيء اخر. وضحها القانون. وضحها القانون في المادة ثلاثة. احنا الان نتكلم عن اسرار الوظيفة لكل موظف، سواء كانت هذه الوثيقة مصنفة او غير مصنفة. نعم. أيضا من شروط السر أن يكون غير معلوم للكافة، يعني ما حد يعرف. بعض الأحيان يقول لك والله الكل تتكلم، أنا أمس شفت في تويتر العالم تتكلم تقول والله في مناقصة في الادعاء العام استندت ب 15 مليون مثلا. الكل يتكلم،
يعني بس أنا اخترتوني من لا. إحنا نقول لك هم يتكلموا بمعلومة غير مؤكدة. نعم. إذا أنت كموظف أكدت هذه المعلومة فهنا قد أفشيت سرا من أسرار الوظيفة. نعم. وأحيانا دكتور العقوبة تكون مضاعفة إذا كان موظف. نعم. نعم. هذا نقطة يعني يجب الالتفات لها. التصنيف، نتكلم عن التصنيف. جميل. دكتور، تصنيف وثائق الدولة في المادة 3، وماذا يعني كل تصنيف من هذه التصنيفات؟ نعم، طبعا التصنيفات اللي صنفها المشرع هو صنف الوثيقة، لكن لو تسمح لي نعرف الوثيقة قبل. جيد. نعرف الوثيقة، أعتقد أنه يمكن الكل لما نقول وثيقة الكل يتبادر إلى ذهنه أن الوثيقة هي المستند، ورقة مكتوبة أو، لكن الحقيقة غير ذلك. الوثيقة هي المحررات والمستندات أو مسوداتها، يعني حتى المسودة. نحن قعدنا اجتماع سري، أكيد طبعا بنعد محضر. نعم. المحضر بيكون فيه مسودة، بعدين في نسخة نهائية، هاي النسخة النهائية هي اللي بتعتمد وبتعطى صفة السرية. نعم. لو سرب الموظف هذه المسودة للمستند الرسمي فتعتبر سرب وثيقة مصنفة. نعم. أيضا التسجيلات والصور والأفلام والخرائط، كل هذه تعتبر وثائق. أجهزة الحاسب الآلي تعتبر بحكم الوثيقة. أما إذا جينا نعرف التصنيف، فالتصنيف هو إضفاء تصنيف على الوثيقة طبقا لما حدده قانون تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية. هذا القانون وضع 4 تصنيفات للوثائق، سواء كانت هذه الوثيقة محرر، مستند، جهاز، فيلم، قرص مضغوط، أيا كانت، خرائط. إذا أعطيت درجة من درجات التصنيف الأربع تصبح وثيقة مصنفة. ما هي الأربع درجات؟ الأربع درجات طبعا قسمها المشرع وفقا لأهمية السر. يعني أنا أعطي تصنيف وفقا لأهمية المعلومة التي سوف تسرب. نعم. فالتصنيف الأول سري للغاية، والتصنيف الثاني سري، والتصنيف الثالث محدود، والتصنيف الرابع مكتوم. طيب، متى أقول أن هذه الوثيقة سري للغاية؟ أقول لك والله هذه الوثيقة نقول عنها سري للغاية عندما المسؤول يضفي صفة التصنيف عليها. إذا كانت هذه الوثيقة تحوي معلومات تضر بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو بها معلومات تنفع بها دولة أخرى وتضر بها وطنك، أيضا العلاقات المتعلقة أو العلاقات الدولية والاتفاقات الدولية، كل هذه معلومات تصنف بسر للغاية. نعم. وأعتقد أن الكل يشاطرنا الرأي بأن هذه المعلومات سرية للغاية، وأعتقد أن الكل يعلم ويقر في قرارة نفسه عندما يسمع أن هناك وثيقة سوف تسرب وتضر بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بعلاقات الدولة. أنا أعتقد الكل يشاطرنا الرأي أن من يفعل ذلك يستحق العقوبة. نعم. أيضا من المعلومات السرية للغاية اللي هي الكلام أو المعلومات المتعلقة بتشكيلات الأجهزة الأمنية. هذه التشكيلات المتعلقة بالأجهزة الأمنية، أيضا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر. والله عندنا كذا أو نحوي كذا أو نوع كذا، كل هذه معلومات تصنف بسري للغاية. يمكن دكتور لأنها متعلقة بالأمن الوطني. أيوة.
حنتكلم اليوم يعني الآن لما نتكلم نقول والله يضر بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بعلاقات الدولة، أعتقد الجرم ليس بالأمر السهل. يعني أنا أعتقد أن الإنسان الذي لديه حب لوطنه وإخلاص لمجتمعه لن يقدم على مثل هذا الفعل، ما في شك. نعم صحيح. ننتقل إلى سري. سري عندنا أيضا التصنيف يسمى سري، أيضا هذا التصنيف السري يحوي على معلومات تهدد سلامة الدولة أو تسبب أضرار لمصالحها أو تمس بهيبة الدولة. هذه المعلومات تعتبر أيضا تصنف بسري، تصنف تصنيف سري، أو تضر بشخصية عامة. عندنا شخصية عامة تضر بسمعة هذه الشخصية العامة، يعني احنا نسرب وثيقة على أساس نضر بشخصية عامة. هاي الشخصية العامة ضررها لا يقتصر، نعم احنا لما نقول شخصية عامة معناته الضرر ليس فقط على هذه الشخصية، بل أن هذا الضرر قد ينسحب على. لكن ماذا نقصد بالشخصية العامة؟ يعني الشخصية العامة احنا دائما لما يقول الشخصية العامة هو الشخصية المعروفة في المجتمع، كمثلا مسؤول كبير في، نعم، في دولة مثلا، نسرب معلومات تضر بهذا يشغل منصب كبير في الدولة، ايا كان شخصية عامة لكن لها تأثير في المجتمع. بالتالي احنا لما نتكلم عن أن نسرب شيء يضر بسمعة هذه الشخصية، إضرار بسمعة هذه الشخصية ليس فقط إضرار شخصي لهذا الشخص، وإنما هو ينسحب هذا الضرر على البلد. عندنا أيضا تصنيف ما يسمى تصنيف اللي نتكلم عنه اللي هو المحدود. دكتور اسمح لي لو بقطع لك كلامك قبل أن ننتقل، لأنه شدتني هنا نقطة، النقطة جيم. معلومات ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين. نعم. ممكن تعطينا مثال دكتور ماذا يقصد بهذا الجانب؟ يعني أنا الآن لما أجي لي أسرب معلومات، خلينا نتكلم نقول عن أسرب معلومة تتكلم عن وضع الاقتصادي في البلد، وأقول والله نحن على نقترض وعندنا عجز مالي أو مشكين على إحداث أو غيره من هذه هذا الأمر قد يكون له بعد أمني مقصود، له أهداف. هذا بطبيعة الحال أنت كبشر كمواطن كموظف أنت من تسمع مثل هذا الكلام مباشرة ينصرف ذهنك، تقول معناته تشعر بالقلق، تشعر بالقلق. صحيح. انه والله معناته بتتأثر الخدمات التي تقدمها الدولة، بتتأثر عملية التوظيف، فهذا يحدث نوع من القلق لدى المواطنين. نعم. وذكرت مادة أخرى هنا أو جزء بند آخر، معلومات عن تحركات القوات المسلحة والأمن العام. دكتور دائما نسمع يا جماعة الخير لا حد ينشر في الواتساب ولا في وسائل التواصل الاجتماعي انه في نقاط تفتيش في اماكن معينه، ولا انه شاف تحرك امني في مكان معين. هل له علاقه بهذه البند في الماده؟ نعم، هذا موضوع تحركات القوات الامنيه. نعم، احنا يعني اليوم احنا دائما تحركات القوات الامنيه لا تتحرك الا مثلا لغرض معين، نعم، ولاسباب امنيه طبعا. صح. لا يجوز للشان احنا اليوم يقول لك والله يصور ويرسل في الواتساب، ما عرفت والله متحركين الدوريات، ما اعرف يمكن 100 سياره او 50 سياره. يا اخي هذا الفعل اللي انت تقوم فيه فعل غير قانوني، لا يجوز. من اعطاك الصلاحيه؟ صحيح. اليوم نحن مشكله اخوي عبد الله، اليوم نحن يعني يمكن اللي قاعدين نشوفه في المجتمع، طبعا هي وسائل التواصل الاجتماعي احنا نقول بها الخير صحيح وبها غير ذلك، لكن استغلالها بعض الأحيان، هي سخرت لخدمة البشر لكنها بعض الأحيان تستخدم للإضرار بالبشر، ونحن كبشر نحن من يستخدمها للإضرار. فاليوم نحن أنا اللي ألاحظه اليوم في المجتمع كأننا نبي نعمل سبق صحفي. أحسنت. الكل يسابق يقتنص خبر غير متأكد من مصداقية هذا الخبر وينشر. طيب هذا النشر قد يشكل جريمة، أنت تنشر شائعة مثلا تضر بالرأي العام، تبتتحاسب.
صحيح. طيب أنت لماذا تقدم على هذا الفعل؟ دائما يا أخي دائما ضع المقياس، هل هذا الفعل اللي أنا أقوم فيه يضر بوطني، يضر ببلدي، يضر بأبناء المجتمع، يضر بشخص معين؟ يا أخي أمتنع، ليس بالضرورة أن أصبح مشهور من نعم أحسنت من خلال أني والله فيما بعد أن أقع في مشكلة ومن بعد أقول والله ما كنت أعرف. نعم. يعني بعض الأحيان لما نسأل شخص لماذا قمت بهذا الفعل يقول لك والله يا أخي أنا ما كنت أعرف وما كنت أدري بالقانون. طيب يا أخي من المسؤول؟ القانون يقول لك لا عذر أو لا جهل بالقانون. نعم. القانون اليوم نحن الكل، خلينا نتكلم بكل صراحة، أنا أعتقد اليوم الشبكة المعلوماتية في كل هاتف، صح؟ صحيح. أنا أريد الواحد الآن الأخوة المستمعين والمشاهدين يسأل نفسه كم مرة دخل موقع الشؤون القانونية ودخل على أيقونة القوانين قال بشوف. نعم صحيح. صح؟ يقول بشوف البلد هذه كم قانون أصدرت، على الأقل كل القوانين بلوائحها التنفيذية مرتبة موجودة. يعني الآن قبل يعني فترة بسيطة من الحلقة هذا أنا الآن أمامي جميع القوانين، يعني ما محصل عليها بطريقة حد ما عطني إياها بواسطة، هذه موجودة متاحة. موجودة عند الكل وبإمكان كل واحد أن يطلع عليها، ونحن يعني اليوم ما في أسهل أبدا من الحصول على المعلومة، ما في بكل سهولة حقيقة. وزارة الشؤون القانونية مشكورة والقائمين عليها على أن وضعوا هذه القوانين بصورة مرتبة. نحن نرجع لها، نحن نرجع مباشرة لهذا الموقع ونسحب القانون اللي احنا صحيح. واليوم نحن ما نسحب ورقي، اليوم تنزل وتحفظ في الجهاز المحمول أو تحمل في الآيباد أو في اللابتوب أو وتطلع في أي وقت. فالوسائل متاحة، لكن التقصير دائما منا نحن كأشخاص. صحيح. ولا عذر الآن، ولا عذر. أنا في مشهد هكذا يعني أرصده دائما في وسائل التواصل الاجتماعي، بسألك عنه بس بعد ما نكمل المحدود والمكتوم. عندنا نعم. نوعين من الوثائق كذلك. المحدود أيضا هو نوع من التصنيف يأتي في المرتبة الثالثة بعد السري للغاية والسري. المحدود هو معلومة إذا أفشيت أو تم الاحتفاظ بها أو حيازتها تؤدي إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد أو نفع لأي دولة أخرى. يعني أنت تفشي معلومة عن مشروع، مثلا الآن الدولة بتقوم بمشروع صناعي لكن لا زال مصنف بتصنيف محدود، يعني ما أعلنت الدولة، لا زال في الدراسات، قيد الدراسة. نعم. أنت تقوم بإفشاء هذا المستند تؤدي إلى أضرار، قد تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالبلد. صحيح. فبالتالي في هذه الحالة أنت أفشيت مستند مصنف. أيضا من المحدود معلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة، هذه أيضا من تحدثنا عن هذا. نعم تحدثنا عنه قبل شوي. في عندنا تصنيف آخر أيضا مكتوم. المكتوم هي معلومة تضر بمصالح الدولة، أي معلومة تضر بمصالح الدولة أنت تفشيها، ليس بالضرورة اقتصادية، ليس بالضرورة سياسية، حتى يمكن تكون معلومة اجتماعية تضر بالدولة أنت تفشيها، فبالتالي تعتبر جريمة. أيضا معلومة تتعلق بشؤون مالية واقتصادية يدي شاهلة لضرب مصلحة الدولة، ومعلومة متصلة بشؤون إدارية أو شؤون الموظفين، يعني أمور تتعلق بأمور الموظفين عندك في المؤسسة. نعم. عدد الموظفين، أعمار الموظفين، وظائف الموظفين، أي شيء يتعلق بأمور إجازاتهم أو جزء من بياناتهم الشخصية، لأن جزء من بياناتهم الشخصية طبعا. كل هذه تعتبر من المعلومات التي يستطيع منشئ الوثيقة أن يصنفها بتصنيف مكتوم. نعم. هذا سؤال دكتور من أحد المتابعين يقول هل يسري هذا القانون على الموظفين بعقود مؤقتة؟ أنا ما موظف في هذه المؤسسة يعني رئيسي، أنا فقط بعقد مؤقت يمكن لمدة 6 أشهر ولا سنة ولا سنتين. إحنا طبعا لما عرفوهم الموظف في هذا القانون، لما عرف الموظف في هذا القانون
حتى يعني احنا لما نتكلم، لما انت تشتغل بعقد ترى انت موظف لفتره معينه، نعم، من والى، فانت صحيح عقد فيما بينك وبين الدوله، لكن ينطبق عليك ما ينطبق على الموظف العام. نعم، وللتاكيد الموظف ما بعد الخدمه يعني هو تقاعد مثلا، نعم، هل يسري علي؟ هذه بما انه انا حتسال عن العقد المؤقت، اذا نتحدث عن ما بعد التقاعد. شوف، دائما المشرع الهدف من الاحتفاظ بسر الوظيفه لا ينسحب فقط على فتره وجودي في الوظيفه. نعم. ولنفترض ان العلاقه الوظيفيه قد انتهت لاي سبب كان، سواء للتقاعد او للفصل من الخدمه او لانتهاء العقد، تظل هذه المعلومه التي استحصلت عليها في فتره، انا لما اقول اثناء قيامك بعملك او بسبب قيامك بعملك، يعني انت يمكن توظفت بس ما انت الشخص اللي كنت مكلف بالقيام بهذا العمل مباشره، نعم، بس انت عرفت هذه المعلومه من زميلك، عرفتها، مر عليك هذا المستند. لو افشيت هذه المعلومه او سربت هذا المستند المصنف تقع تحت طائرة القانون. نعم. إذن إلى أن يرفع التصنيف عن هذه الوثيقة أو تنتهي السرية عن هذا العمل. نعم. إذن الحذر الحذر، لا تبحث لنفسك عن مخرج. احنا ما نقدر نقول عبد الله كل ما بنقول بيقول هذا سوء تهديد. لا بالعكس، يعني الآن بما أن القانون موجود، ما هو الكل يطالب يقول والله نحن دولة مؤسسات وقانون ولازم كل شيء، هذا القانون زين نتعرف نحن عليه الآن. نعم. ونبعد عن المحاذير. الموضوع اللي كنت أريد أسألك عنه قبل شوي، البعض يمكن تذاكيا منا في وسائل التواصل الاجتماعي قد يفشي بعض الوثائق، لكن هو ما ينشرها كمستند، هو ينشر محتواها. يعني أنا ما سربت لا الوثيقة ولا صورت ولا نقلت شيء، ولكن بحكم اطلاعي أنا نقلت مضمون هذه الوثيقة بطريقة أو بأخرى. نعم. القانون يجرم حتى نقل الوثيقة. يعني حتى أنا اطلعت على الوثيقة وحفظت مضمونها ونشرت مضمون الوثيقة. نعم. القانون يجرم هذا الفعل. نعم. مسودة الوثيقة يجرم عليها القانون. يعني المسودة بعد ما معتمدة، بعد الاعتماد طبعا، بعد ما يعتمد، بعد ما يصنف المستند. احنا دائما ما نسمي المستند مصنف أو الوثيقة مصنفة إلا بعد أن يوضع عليها درجة من درجات التصنيف. نعم. قبل ذلك لا تسمى مصنف. نعم. لكن من في العادة يضع التصنيف؟ منشئ الوثيقة. منشئ الوثيقة. منشئ الوثيقة. هو يحدد إذا كانت هذا سري. نعم. للغاية، سري، مكتوم، محدود. لكن في نقطة لازم نوضحها، أنت جبت نقطة مهمة جدا. هو يحدد أو لا يحدد؟ إحنا قلنا أن المشرع وضع أربع أنواع من التصنيفات. نعم. سري للغاية وسري ومحدود ومكتوم. نعم. وذكر كل تصنيف سري للغاية وضع معلومات معينة تصنف على أساس أن هذه سرية للغاية، ومعلومات أخرى على أساس أن هذه سري، ومعلومات أخرى أن هذه محدود أو مكتوم. افرض أنا كمسؤول يمكن ما عندي فكرة كبيرة في موضوع القانون تصنيف الوثائق، أو أخطأت، المعلومات التي بالوثيقة معلومات سرية للغاية، نعم، وختمتها أو صنفتها بتصنيف محدود، السؤال هل لو أنا كشخص صنفت أو أفشيت هذه الوثيقة هل أحاسب على أساس إفشاء وثيقة سرية للغاية أم وثيقة محدود؟ سؤال مهم حقيقة، ما خطر على بالنا. التصنيف محدود والمعلومات سري للغاية. سري للغاية. العبرة بما احتوته الوثيقة. نعم. وليس بما صنفت به. لكن الشرط أن تكون مصنفة. نعم. طيب بيقول لك موظف، طيب احنا عندنا بعض الأحيان وثائق غير مصنفة. يعني مصنفة صحيح. يعني أنا وثائقنا غير مصنفة. نعم. حاسبوني، نقول احنا تكلمنا عندنا نوعين من افشاء الوثائق،
عندنا إفشاء الوثائق المصنفة وعندنا إفشاء أسرار الوظيفة. نعم. أسرار الوظيفة لا يشترط أن تكون وثائقها مصنفة. أنت إحنا قلنا السر هو ما يحصل عليه الموظف من قرارات وتعليمات وإجراءات بمناسبة عمله أو أثناء عمله. نعم. فبالتالي أنت لا يشترط كموظف أن والله كل المعلومات اللي عندك تكون مصنفة. نعم. حتى لا تسربها. ويعني دكتور أحيانا في إجراءات داخلية في المؤسسات نفسها. نعم. أحيانا يصدر تعميم داخلي. نعم. ويقوم أحد الموظفين بنقل هذا التعميم الداخلي الخاص بالمؤسسة نفسها عبر مختلف الوسائل. نعم. وينشرها. يقول لك والله هذا لا مصنف وهذه لا وثيقة يعني فيها أسرار عظيمة ولا غيرها. هنا ممكن أنه الموظف كذلك يقع تحت طائلة القانون في هذا الجانب، لأنه أحيانا تطلع إشاعة بسبب هذا النشر أو تطلع معلومة مغلوطة بسبب هذا النشر، لأن التعميم داخلي فهو. نعم. نشره فاعتقد الناس أنه للجميع. نعم. طبعا هذا التعميم موجه لمجموعة الموظفين. أحسنت. نعم صحيح. جميل. داخل المؤسسة وليس تعميما عاما للخارج. فيعتبر سر من أسرار الوظيفة إلى غير الموظفين المعنيين. أحسنت. هذا واضح. اليوم أنا استحصلت على سر، أنا موظف وأنت موظف في نفس الجهة، أنا دخلت اجتماع كمثلا كاتب المحضر للاجتماع، المسؤولين اجتمعوا وأنا أكتب محضر الاجتماع، بعد ما طلعت طبعا نبهوا علي عبد الله هذا الاجتماع السري، رجاء ما يعني لا تذكر ما دار في هذا الاجتماع. في هذا الاجتماع أنا طلعت مباشرة، عندي عبد الله صديق. أيوة. وعندي الثاني ونحن نسولف على الغداء. أيوة. والله اليوم اجتمعنا وقال كذا، هل هذا يعتبر في شاطر؟ هذا زملائي أصلا، أنا وياهم في نفس المكتب في نفس الدائرة، يعني أصلا هم يقول لك يعني هذا أصلا بيعرفوا اليوم. نعم. بكرة لازم بيعرفوا. نعم نعم. هل هذا يعتبر إفشاء لسر من أسرار الوظيفة؟ نعم. نعم. وهذا ترى نذكره لأنه صار، يعني مثلا الآن في فترة جائحة كورونا في تعميم داخلي لواحدة من المؤسسات لتنظيم عمل موظفيها في المؤسسة. نعم. تم نشر هذا التعميم فاعتقد جميع الموظفين أنه يسري على مؤسساتهم كذلك، وحدث نوع من الارتباك واضطرت الجهات المعنية أنها تصدر توضيح وغيرها. فأحيانا مهما اعتقدت أنه نشرك لمعلومة ولا لوثيقة معينة أنه أمر عادي، ولكن تترتب عليه أحيانا تبعات كبيرة. يعني يعني كبيرة دكتور. أنت اليوم لما تتكلم عن موضوع التسريب، أنت في وجهة يعني شوف أنت مثال جدا اللي ضربته مثال جميل جدا، اليوم تسريب هذا المستند لغير موظفين الجهة المعنية. نعم. أدى إلى إرباك الجهاز الإداري للدولة. بالضبط. أحسنت. قال لك إنزين ما سري ترى إلا بس أوقات العمل وهذا. ترى هذه المشكلة. شوف كيف اليوم المشكلة يقول لك لا والله يا أخي ترى عادي شو اللي بيصير يعني ترى. هو أصلا موجه لوزارة معينة لدائرة معينة. صحيح. لإدارة معينة، خلاص لا يخرج عن هذه الإدارة. إخراجه عن هذه الإدارة يعتبر نوع من إفشاء سر من أسرار الوظيفة. نعم. طيب دكتور، أنا لا سربت ولا نقلت يعني معلومة، لكن وصلتني بالواتساب، أعدت نشرها، شفتها في تويتر، عملت لها رتويت، حصلتها في مكان آخر، شاركتها الآخر، لكن أنا بريء منها، ما لي علاقة دكتور. أنا كيف القانون ينظر لمن ساهم في نشر هذه الوثائق خاصة إذا كانت مصنفة يعني. نعم. شوف أخي عبد الله، يعني القانون دائما إحنا نتكلم، يعني أنا حقيقة دائما يعني أركز على جانب وهو الوعي الداخلي للإنسان نفسه. دائما أنا أتحدث عن جانب أقول لابد الإنسان أن يكون حريصا. أنا قلت في البداية تضع مصلحة وطنك نصب عينك. أنت اليوم لما وجدت يتداول وثيقة مصنفة، هل من الواجب أن تساهم في نشرها؟ نعم. أو أن توقفها عندك؟ المفروض يكون عندك حس المسؤولية بإيقافها عندك. نعم. إذن المشرع
إذا أنت أو هذا الإنسان لم يكن لديه حس المسؤولية المسير سوف يحاسب باعتبارته ساهم في إذا قد يقع تحت طائلة القانون. نعم. طائلة القانون. نعم. نعم. بيقول لك والله كثيرين طبعا اللي انتشر طبعا يعني نحن أيضا يعني في الادعاء العام يعني أيضا نراعي هذا الجانب أنه بعض الأحيان يعني ربما زالت السرية بمجرد أن الأمر هذا انتشر وأصبح معلوم لدى الكافة. نعم. فلذلك دائما نحاول بقدر المستطاع أن نضبط من سرب هذه الوثيقة. نعم. لكن أنا من هذا المنبر أقول أنه تداول هذه المصنفات أو هذه الوثائق المصنفة أو الاحتفاظ بها، شوف يعني ليس فقط التداول، أنت اليوم نفترض افتراض آخر، أنا اليوم أمشي بجانب الادعاء العام، خلينا نجي على أنفسنا. نعم. وسبحان الله أنا مرة أشوف مستند واقع على الأرض برا، خلينا نقول حتى عند يعني برميل القمامة، يمكن العمال لموا هذا مرة، ما افترض افتراض، وجدت يا أخي هذا مستند ومكتوب عليه سري أو سري للغاية، شليت هذا المستند قلت أنا ما بنشره بس بخليه معاي بحتفظ فيه. أخاف تكون عندي ذي القاعدة أن اللقطة حلال. أنا لقطت المستند خلاص. طيب هنا إيش إيش هنا اللي تعتبر تأخذ حكم من سرب أو من أفشى هذا المستند. الاحتفاظ بالمستند المصنف جريمة. الاحتفاظ. الاحتفاظ. وما أفشى. ما أفشى. احتفظ فقط بهذا المستند المصنف. نعم. ارتكب جريمة. لماذا؟ لأن المشرع أوجب على كل من يستحصل على مستند مصنف أن يسلمه للجهة التي أنشأته أو إلى أقرب مركز شرطة. أنت تبري ذمتك. نعم. كما قالت ودي لأقرب مركز شرطة أو مثلا أنت عند الادعاء العام ادخل في الاستقبال يا جماعة حصلت قريب منكم هذا المستند مكتوب عليه الادعاء العام هذا تفضلوا. نعم. لذلك يعني في جميع المواد كان يذكر الإفشاء والاحتفاظ والحيازة. والحيازة. نعم. فهذا يعني بعد نقطة في 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 غاية الأهمية. أحيانا الواحد يقول لك أنا ملم بهذه القوانين. نعم. ولأني ملم بهذه القوانين بكون حذر، فأنا ما راح أفشي بشكل مباشر، أنا بلمح، أنا بذكر أمثلة من بعيد أو قريب يفهمها المتلقي، ولكن بدون أن أفشي نصا أو تفصيلا ما حصلت عليه. نعم. من معلومات. ليس بالضرورة أن تفشي. لا. ليس بالضرورة أن تنقل حرفيا. أنا يهمني أنك أنت نقلت مضمون، يعني يفهم من العبارات التي ذكرتها بالضبط أن هناك مستند معاملة في الجهة الفلانية، أن اليوم وقعوا في عندهم مناقصة، قاعدين داخل يرتبوا مناقصة لصالح فلان من الناس. نعم. مثل هذا الكلام. نعم. نعم. وهي ربما تكون هذه المناقصة أخذت الإجراءات القانونية السليمة، لكن أنت تحدث ربكة من هذا الكلام. نعم. حنسميها نقول بالألغاز أحيانا. بالألغاز. يتكلم بالألغاز. طيب إذا هذه كلها نقاط مهمة، نحن أكيد بننتقل إلى يعني نقطة كذلك مهمة اللي هي العقوبات. لو أن دائما الأخوة في الادعاء العام في هذا البرنامج ما يحبوا يتكلموا عن العقوبات، يقول على أساسكم أنتوا ما تحسسوا الناس دائما أن نحن مرتبطين بعقوبات، ولكن من الجيد يعني من الجانب التثقيفي أن نحن نذكر هذا الموضوع. ولكن في سؤال مهم بالنسبة لنا نحن في وسائل الإعلام. نعم. أحيانا يقول لك أنا من متطلبات وظيفتي أن يكون عندي السبق الصحفي وتكون عندي الأخبار الحصرية، ويعني هل يعامل أو تعامل المؤسسات الإعلامية بنفس طريقة معاملة الأفراد في هذا القانون؟ أقصد في حالة وجود أو حصولهم على وثائق معينة وهم يتفردوا فيها أحيانا كموضوع يعني ينشروا عبر وسائلهم. والله شوف يا عبد الله، موضوع وسائل الإعلام موضوع مختلف. حتى وسائل الإعلام يعني اليوم أنت كوسيلة إعلام يعني إذا أردت أن تحصل في كل مكان وفي كل قوانين الإعلام لابد أن تستقي هذه المعلومة من مصادرها الرسمية. صحيح. اليوم أنت ممكن تنقل خبر
أو تنقل إحصائية معينة أو تنقل معلومات معينة بمجرد يعني فقط سمعت أو نقلت من موقع أو من مكان معين ومعلومة غير صحيحة. ممكن في بعد قانون يعني يخص هذه الوسائل هو قانون المطبوعات والنشر. أيوة قانون المطبوعات والنشر يجرم مثل هذه الأفعال. لكن نحن نقول دائما يعني كمؤسسات إعلامية صحفية أنا أعتقد أن المؤسسات الرسمية لن تحجب عنهم ما يمكن نشره. نعم. لكن في مصنفات لا يمكن نشرها يعني لا يمكن نشرها بوسائل الإعلام. إحنا ما تكلمنا عن موضوع تهم أمن الدولة هذه ما ممكن أنا أي وأقول والله أنا ممكن أنشرها في وسائل الإعلام. نعم. لذلك يعني لابد إحنا نقول أن عندما يريد الصحفي أن يستقي معلومة يستقيها من مصادرها الرسمية وبالتالي ينشرها. نعم. ويأخذ السبق الصحفي فيها. نعم. دكتور عجبني تعليق هنا وأكيد يعني في رد وتوضيح. يقول لك أحيانا نشر بعض الوثائق يساهم في مكافحة بعض الظواهر وفي مكافحة أحيانا شكل من أشكال الفساد مثلا، فأنا دوري كمواطن أني كذلك يعني أكافح مثل هذه الظواهر. وهنا بعد يعني يجب على الشخص يمكن أنه ينتبه ويراعي أنه هذا العمل يمكن منظم بمؤسسات خاصة له في الدولة. أولا يعني نحن طبعا نشكر السائل على هذا السؤال. ربما بعض الأحيان الإنسان أو الشخص يكون حريص يعني هو فعلا من حرصه يقول لك والله أنا على أساس أني أكشف جريمة معينة. لكن حط في بالك شيء، اليوم نحن في هذا التطور التكنولوجي ما أدراك أن هذه الوثيقة هي الوثيقة الحقيقية. اليوم وصلنا إلى مرحلة أنت الكلام الذي تنطق به قد يركب كلام غير الكلام اللي أنت يعني ذكرته في مؤتمر أو في لقاء أو في أي مكان. هذه الوثيقة ربما تكون وثيقة غير صحيحة. ثانيا من واجب الإنسان، إحنا نقول بالعكس، إذا أنت بتبادر ولديك هذا الحس والحرص توجه إلى الجهات المعنية. إذا عندك نعم. فعلا إذا عندك ما يفيد أن هناك جريمة مرتكبة فبالتالي توجه إلى الجهات المعنية الموجودة في الدولة والتي ستتولى إجراءات البحث في هذا الموضوع. نعم. أنت اليوم ممكن أن تشهر بشخص، تشهر بشخص ما دون مسوغ. صحيح. وتفتري على هؤلاء الناس دون دليل. ما أدراك أنت اليوم لو كان في شخص زور مستند يخصك أنت كشخص ونشر، الناس اللي موجودة في وسائل التواصل بتقول هذا الكلام صحيح. أنت لو طلعت وقلت لا أنا ما صحيح، من الذي سوف يصدقه بعد ما انتشر؟ صحيح. هي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مثل الكلمة، عندما تخرج من اللسان ما خلاص ما تقدر خلاص. ترجعها يعني خلاص. نعم. هل لديكم دكتور إحصائيات حول القضايا المحالة إليكم من المؤسسات والجهات الحكومية حول موضوع إفشاء الوثائق الرسمية، ولا بدري على هذه الأرقام؟ لا شوف يعني احنا الحمد لله نحن نقول انها ليست بالكثير، ولكن هناك طبعا جرائم وقعت ومنها ما احيل الى المحاكم ومنها لا زال قيد التحقيق، ونتمنى ان لا تزيد. نعم اكيد. نحن نتمنى ان هذا القانون لا نلجأ له باذن الله تعالى، ولكن دائما يعني التنظيم يعني يكون هو الحاسم في مثل هذه المواضيع. الادعاء العام دائما ينتظر بلاغ أو شكوى من الجهة التي سربت منها الوثيقة، واللي هو كذلك يتابع ويرصد ويقدر أحيانا متى يجب عليه أن يتدخل حتى بدون وجود بلاغ أو شكوى. طبعا تعرف أنه الادعاء العام من صميم عمله هو الدعوة العمومية وتسريب مثل هذه الوثائق تشكل جريمة، والجريمة هذه تشكل دعوة عمومية. نعم. وبالتالي الادعاء العام يتحرك فيها من تلقاء نفسه دون انتظار أي بلاغ من أي جهة. لكن بعض الأحيان تحتاج إلى الجهة لتأكيد هل هذا فعلا مستند مسرب حقيقي، هل فعلا هذا المستند كان لديكم مصنف، أو أنه فقط عملية تعديل ونسب إلى جهة معينة وهذا الآن حاصل. نعم.
بعض المؤسسات يعني دكتور، وهذا قد يحدث، قد تصنف مستنداتها أنها سري أو سري للغاية، ولكن لا تنطبق عليها شروط التصنيف الواردة في القانون. هل أنتم في الادعاء العام كذلك تعيد التدقيق على هذه الوثائق، وإذا كانت فعلا تنطبق عليها شروط ومواصفات الوثائق المصنفة؟ طبعا لابد عند يعني إحضار ملف قضية ويدعى بوثيقة أنها مصنفة، نحن لابد أن ندقق على ما تحتوي هذه الوثيقة، وهل تندرج عليه درجة من درجات التصنيف أم لا. لكن مثل ما قلنا في البداية، إذا كانت هذه الوثيقة غير مصنفة وقام الموظف بإفشائها فتعتبر سر من أسرار الوظيفة. يعني إحنا ممكن إذا كانت مصنفة نعاقب وفقا لقانون تصنيف الوثائق، بالإضافة إلى قانون الجزاء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الوظيفة. نعم، من خلال متابعتكم دكتور ووجود كثير من القضايا اللي مر عليكم يعني، أو قليل من القضايا مثل ما اتفقنا في البداية أنها مش كثيرة، عادة ما هي الدوافع من خلال تحقيقاتكم ومتابعتكم؟ والله شوف يعني ما تقدر تحط دافع معين، لكن غالبا ما تجد مثل ما تفضلت في البداية أنه بعض الأحيان القصد بها الإضرار، وبعض الأحيان القصد بها مثل ما قلت لك البداية قلنا السبق في نشر الخبر. نعم صحيح، يعني هذه معظم الأسباب، وهناك طبعا أسباب أخرى بعضها يعني يمكن، ومنهم من يقول والله أنا ما عندي سبب معين لكن أنا بس حبيت يعني أنشر أو أشارك بمعلومة جديدة وأكون أول من نشرها من خلال مجموعات وكذا. هذا أحمد يتابعنا عن طريق البيرسكوب في تويتر، يمكن أنت وضحت لكن دام أنه هو سأل بعد بنجاوب عليك. أحمد يقول إذا أرسلت وثيقة مصنفة إلى زميل الموظف وهو غير مختص بالإطلاع عليها فهل يعتبر إفشاء وأعاقب عليه؟ نعم، إحنا قلنا في البداية الوثيقة سرية إذا كانت مصنفة، والتصنيف طبعا احنا نقول انها مصنفة محفوظة ليست من اختصاص الموظف، صحيح؟ نعم. ويمنع الاطلاع عليها على غير المعنيين بها، فبالتالي اذا افشيتها لزميلك تعتبر افشيت معلومة سرية. نعم. سؤال اخر، طلب مني مسؤولي مشاركة هذه الوثيقة مع شخص اخر، نعم، هل يعني انفذ الاوامر او انه راح احاسب لاحقا اذا كان هناك في اي ضرر؟ إذا وقع ضرر سوف تحاسب. إذا في هذه تحاسب، لأنه اليوم أنت، خلينا نضرب مثال بسيط. أنت اليوم إذا أمرت بارتكاب جريمة تعاقب ولا ما تعاقب؟ أكيد تعاقب. إذا أنت هنا ترتكب جريمة، لما تفشي مسند المسؤول يريد يشارك في شخص آخر خليه يشارك في شخص آخر. نعم. لكن إذا كان المسند غير مصنف، لكن المعلومة كانت سرية، نعم، يعني المسؤول هو اللي أبلغني بأن هذا المحضر سري لكن غير مصنف، يعني سر من أسرار الوظيفة، ونفس المسؤول الذي طلب مني أن يكون سري هو نفس المسؤول الذي طلب مني أن أرفع السرية إلى شخص ما، فهنا لا جريمة. نعم. هذا السؤال، إذا أرسلت وثيقة مصنفة عبر برامج التواصل الاجتماعي إلى مسؤولي المختص أو زميل المختص للإطلاع على الوثيقة من أجل يعني سرعة، هذا أنا بجاوب عليك وعاد الدكتور بيقيمني إذا جابته صحيحة. ما يمكن أنك أنت تشارك وثيقة رسمية أتوقع دكتور عن طريق برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا عاد الإجابة الأخيرة مع الدكتور. هي تعرف إحنا يمكن هذا الموضوع الآن بدأ يعني يمكن يتزايد في المؤسسات. قال لك دكتور مثلا مسوين نحن جروب في الواتساب، صحيح. يعني ها، وعندنا بعض الأحيان يعني بعض الأحيان عالم السرعة يقول لك يا أخي أنا على أساس حد ما أرسل بريد إلكتروني، نعم، أنا بالواتساب أسرع. خليك سريع. نعم. طيب أنا رسلتها لعبد الله مثلا، نعم، ليس بقصد النشر، وعبد الله ما نشر الوثيقة، نعم، لكن خلينا نقول عبد الله احتفظ فيها وين؟ في الهاتف. نعم صح. هذا الهاتف عطل او فقد عبد الله الهاتف، من استحصى على الهاتف او من قام باصلاح الهاتف وجد ان به وثيقة مصنفة.
أخذ هذه الوثيقة وأفشاها، هذاك الشخص بيحاسب عن تسريب أو إفشاء وثيقة مصنفة. طيب وعبد الله؟ عبد الله بيحاسب أنه لم يحتفظ طبقا للقانون بالوثائق المصنفة. ولذلك نقول دائما أنا نحن نحاول بقدر المستطاع أن برنامج وسائل التواصل الواتساب وغيره ما نتداول فيها المساندات الرسمية المصنفة والغير مصنفة. إحنا نترك أنه في وسائل الحكومة وضعتها، المؤسسات وضعتها آمنة لتداول الوثائق. نعم، والواحد هكذا يعني دائما يبتعد يعني عن الشبهات. أحيانا دكتور وعينا وثقافتنا القانونية تجعلنا نتخذ القرار المناسب، فإذا يطلب مني مسؤولي على وجه السرعة مثلا أني أنا أرسل الوثيقة عبر الواتساب وأنا فاهم الجانب القانوني وواعي به، أقدر أني أتصرف بشكل سريع أني أنا أطلب منه أن يحصل على هذه الوثيقة عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة أو الطريقة الأنسب التي تستخدمها. ومتاح. نعم متاح، والآن مثل ما ذكرت أنت دكتور يعني كل شيء في الهاتف يعني. بالضبط. البريد الإلكتروني والأنظمة أحيانا تستخدمها المؤسسات، الأنظمة الإلكترونية تهيئ لها تطبيقات خاصة في الهاتف أحيانا ويستخدموها يعني. فمعرفتنا بالجانب القانوني راح يسهل علينا العملية بطريقة يعني مباشرة. في الدقائق الأخيرة من برنامجنا دكتور الوقت مر سريع يعني ما شاء الله كلامك جميل دكتور، الواحد ما يمل منه. العقوبات في حالة أنه لا بد لعذر، الله مصر لا بد لعذر. العقوبات التي قد تترتب على إفشاء الوثائق سواء كانت سري للغاية أو سري أو محدود أو مكتوم. نعم طبعا دائما المشرع لما يضع يحظر القيام بعمل معين لابد أن يرتب على القيام به عقوبة، لأنه أنت خرجت عن القانون المرسوم. فلأهمية هذه الوثائق، نحن تكلمنا في البداية أن الوثائق المصنفة بتصنيف سري للغاية تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي وعلاقات الدولة بغيرها من الدول والمعاهدات وغيره. هذه لخطورة هذه المعلومة المشرع رتب على إفشائها عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن للوثائق المصنفة بتصنيف سري للغاية والوثائق المصنفة بتصنيف سري. يعني النوعين من الوثائق سري للغاية وسري تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات. 5 سنوات. 5 سنوات. أما الوثائق المصنفة تصنيف محدود أو مكتوم فالعقوبة بها لا تزيد على 2 سنين والغرامة التي لا تزيد على 500 ريال. نحن حقيقة يعني دائما نقول أن نتمنى أن لا نلجأ إلى تطبيق المواد المجرمة في هذا القانون، ونتمنى كذلك أن يكون الناس لديها حس وعي دائما نضع، لأن هذه المعلومات وهذه الوثائق في الأول والأخير هي تمس بي بلدك وبوطنك وبمجتمعك وبأبناء مجتمعك. نعم. فلذلك يجب أن يكون الإنسان لديه حرص ولديه يعني شعور بالمسؤولية حول المحافظة على وطنه والمحافظة على أبناء وطنه وأبناء مجتمعه. نعم. إذن هذا الجانب الأخير من برنامجنا لليوم اللي هو العقوبات مثل ما وضحها الدكتور. أتوقع دكتور نحن هكذا يعني غطينا أغلب المواد القانونية بهذا الشأن، وعدد كبير من الأسئلة نحن يعني جاوبنا عليه، وبإمكانكم العودة للإجابة من خلال الحلقة عبر اليوتيوب، راح ترفع إن شاء الله قريبا عبر اليوتيوب، ويعني بإمكانكم الرجوع إلى ما ذكر الدكتور، كما بإمكانكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حسابات الشبيبة اقتراح المواضيع التي تودون يعني مناقشتها، ونحن من خلال تنسيقنا مع الأخوة في الإدعاء العام ممكن تكون كعناوين للحلقات القادمة بإذن الله تعالى. إذن إفشاء الأسرار الوظيفية وتسريب الوثائق كان عنوان حلقتنا لليوم. نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور راشد بن عبيد الكابي مساعد المدعي العام. كلمة أخيرة دكتور قبل الختام. الله يبارك فيك. نحن طبعا دائما كلمتنا الأخيرة
اللي هي أن نستخدم وسائل التواصل فيما هو نافع ونترك ما هو غير نافع، وأن نخصص ولو جزء بسيط لمراجعة القوانين، للقراءة القوانين حتى لا نقع في المحظور. شكرا جزيلا لكم طبعا في شبيبة على الاستضافة، وحقيقة على مساهمتكم في نشر الوعي القانوني. واجبنا عليك. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام عبر تردداتنا ومشاهدين عبر مختلف منصاتنا على اليوتيوب والبيرسكوب وكذلك الانستغرام. لكم منا أجمل التحايا. كانت معكم في الإعداد حمدة دي بلوشية، وفي التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي أحمد العزيزي. وجزيل الشكر كذلك للأخوة في الإدعاء العام على مساهمتهم في الإعداد والتنسيق لهذه الحلقة. نلقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.